10 من أفضل مراوغين في الملاكمة على مر التاريخ. أفضل الدفاعات. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كملاكم لا أظن أن هناك تجربة أكبر من مواجهة مراوغ بالنسبة لمقاتل، فهو يشعرك أنك لا تحسن الملاكمة، يضعونك أمامهم ويتحدوك أن تضربهم، والكثيرون منهم يسدلون أيديهم تماما ومع ذلك لا تلمس سوى الهواء بضرباتك. عليك أن تكون شجاعا لدرجة أن تظن أن لديك طلقة حرة ستصوبها لوجههم، وعندما تطلقها يكونون قد تحركوا وتجنبوها، فهم يتمتعون بردة فعل لا تصدق، فهم قادرين على تحريك جسمهم ورأسهم بشكل أسرع جدا من ضرباتك، كما أن قتالات هؤلاء الملاكمين تكون ساحرة وممتعة للمشاهدين. محمد علي. سنبدأ بمن يعتبره الجميع أفضل ملاكم على مر الزمان، وهو محمد علي. علي هو ملاكم أمريكي قاتل من سنة 1960 إلى سنة 1981، وأنهى مسيرته ب 56 انتصار، 37 منها بالضربة القاضية، ولم يخسر سوى 5 مباريات، وقد قال بنفسه أنه فراشة على أرض الديدان، فقد كان يتحرك بطريقة نادرة بالنسبة للأوزان الثقيلة، إذ كان يقفز على إصبع قدميه كملاكم من وزن الريشة، فلم يكن أسلوبه في الملاكمة عادياً، كما كان دفاعه غريبا، فقد كان يقوم بأشياء تعلم الملاكمون ألا يفعلوها أبدا، مثل خفض الأيدي وإرجاع الرأس للخلف مباشرة، لكن خفته وحركيته السريعة غالبا ما كانت تصيب خصمه بالإحباط عندما يفشل بلمسه، بسبب بضع سنتيمترات كانت تفصله عن تحقيق ضربة موجعة له، وتلك الحركات كانت تجعله يفقد توازنه، وبالتالي يسقط ضحية ضربته القاضية. لقد كان محمد علي أستاذا في تجنب الضربات. روي جونز جونيور. يعد روي جونز جونيور واحدا من أفضل الملاكمين وأكثرهم إثارة. ولد في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفاز ب 66 قتال، 47 منها بالضربة القاضية، ولم يخسر سوى 6 مباريات. أحيانا كان يتظاهر بالملل ويوهم خصمه أنه سيخسر، لكن سرعته كانت فائقة سواء في يديه أو قدميه، فردة فعله جد سريعة ومهارته في الملاكمة عالية جدا. دائما يلاكم جونز بطريقة تمتع المتفرج، فهو لم يكن ملاكما يختبئ أو يهرب، بل كانت له القدرة على إسقاط أي خصم، فهو يوجه الضربات من كل الزوايا الممكنة مفاجئا خصومه، وأسلوبه في القتال لا يصدق، فقد كان ينزل يديه تماما ويتحدى الخصم أن يضربه، وأثناء تفكيرك في هل ستخاطر يفاجئك ويسقطك أرضا. لقد كان ملاكما فريدا من نوعه حقا. جيمس توني. هو أمريكي آخر فاز ب 77 نزال، 47 منها بالضربة القاضية، ولم يهزم إلا في 10 نزالات. ويعتبر توني ملاكما لا يصدق، لأنه يعاني من مشكل الوزن الزائد، لكنه لم يفقد يوما خفته في تجنب الضربات، فرغم وزنه الذي كان يتعدى 100 كان يراوغ بامتياز ويفلت بسهولة من عدة ضربات. لابد أنه مع ثقل الوزن كان يحرك قدميه بصعوبة، لكن من الصعب بما كان تحديد رأسه ووركه، فحركيته وخفته كانت لا تصدق، وهو ما جعل ضرباته المفاجئة تكون قاتلة، كما أن دفاعه المفضل كان حركة وركه. شوغر راي ليونارد. ولد في كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولاكم من عام 1977 إلى 1997، وأنهى مشواره ب 36 انتصار، 25 منها بالضربة القاضية، لم يهزم سوى في 3 مباريات، وهو واحد من الملاكمين الذي كانوا يمتلكون مهارات عالية ليكونوا أساطير في تاريخ الملاكمة، فهو يتمتع بسرعة في اليدين وحركية تجعله يتجنب الضربات. لقد كان ملاكما جيدا، وكان يتمتع بذقن حجري وقلب كبير، وقد وصفه الكثيرون بعبقري الملاكمة، ولقد كان ليونارد قادر على إحباط أي خصم يواجهه حتى ينزل يديه مانحا إياه فرصة وهمية
بتسديد لكمات له، ومن ثم يخدعه لينهال عليه بضربات موجعة ربما تكون القاضية. وعندما يعتقد أنه قد حصره مع الحبال، يفلت منه بمهارة أستاذ محترف. فاسيلي وماتشينكو. يعد فاسيلي أفضل مراوغ لهذه الأيام، ولد بأوكرانيا، وإلى الآن خاض 15 نزال، فاز ب14 مباراة منها وخسر مباراة واحدة، وكانت هذه الأخيرة أمام أرناد سالدو في قتال غير نظيف. عندما كان صغيرا أدخله والده لحصص الرقص لأنه كان يريد أن يتمتع بحركية وخفة على مستوى القدمين، لكونه كان يعلم أن ذلك سيساعده كثيرا في الملاكمة. لابد أن الكثير من الأطفال كانوا يسخرون منه، لكن سرعان ما صار هذا الرقص يستفيد من حركاته داخل الحلبة، فقد حصل على أفضل نسبة تجنب ضربات الخصم ب95%، وهو أمر مذهل حيث تسمح له حركية قدميه بالتحرك حول الخصم بكل سهولة، وهو ما يجعل الخصم يتلقى ضربات من جميع الاتجاهات. ولفر بينيتيز. والآن لدينا الملاكم البورتوريكي ولفر بينيتيز المعروف بالرادار، وقد قاتل في سنوات السبعينيات والثمانينيات وأنهى مسيرته ب53 انتصار، 31 منها بالضربة القاضية، وخسر في 8 مقابلات فقط. وقد فاز بلقب الرادار لأنه يتمتع بمهارات خارقة للمراوغة تجعل معجبيه مذهولين، ويقولون أنه يملك رادارا في دماغه، رغم أنه خسر أمام جيري ليندر الذي قال أنه لا يوجد ملاكم آخر جعله يفشل في ضربات أكثر من بينيتيز، وغالبا ما يستند للحبال أثناء نزالاته، وذلك عن قصد لكي يبرز مهاراته الخارقة في تجنب الضربات دون رد أي واحدة. وقد لقن روبرتو دوران درسا في الملاكمة بيدين من حجر حيث هزمه بطريقة عبقرية داخل الحلبة. ماي واتر جونيور. رغم أن الكثيرين يكرهون ماي تاور جونيور، لا يمكننا إنكار أنه ملاكم كبير بطريقة دفاع يحسد عليها، وقد شاهدنا ذلك في مواجهة شان موسلي حيث هاجم عليه في الجولة الثانية، لكن ماي تاور قام بالتعديل ومن ثم بدأ يلاكم لكي يتحكم، ولم يتمكن أحد من قراءة دفاعه، وهو ما يعكسه رقمه القياسي 35 انتصار، 27 منها بالضربة القاضية ودون تسجيل أي هزيمة. فماي تاور هو الملاكم الذي من الصعب ضربه، وتتجلى طريقة دفاعه في الوقوف في زاوية متطرفة بالنسبة للخصم مع حماية ذقنه بكتفه الأيسر كما يحتمي بجسمه بساعده، في حين يضع يده اليمنى قريبة من وجهه ومستعدة للتسديد. وهو أيضا يتميز بسرعة فائقة وردة فعل تجعل المتفرج يقف مذهولا، ويقول بعض الملاكمين أنه يدافع بطرق عديدة حتى بالكتف كما ينحرف عن ضربات الخصم بالقفازات، وبهذه الطريقة لا يعلم الخصم أبدا ما سيقوم به لتجنب ضرباته. ويلي بيب. ولد بالولايات المتحدة الأمريكية ومارس الملاكمة من عام 1940 إلى 1966، حيث انتصر فيما مجموعه 229 نزال، 56 منها بالضربة القاضية، ولم يخسر سوى 11 مباراة. كان يلاكم كثيرا وأحيانا كان يخوض نزالين في أسبوع واحد فقط، فقد كان أسلوب دفاعه رائعا. ففي مبارزة عام 1946 أمام جاكي غريديز قال المعلقون أنه سيفوز بالجولة الثالثة دون أن يسدد أي ضربة، فقد كان يتحرك ويراوغ ضربات غريديز، وفي الأخير فاز بالجولة بالفعل. لقد عرف بأستاذ في الحركة على الحلبة، فقد كان ملاكما سريعا وصاحب ردة فعل خارقة، كان كذلك أول من علم حركات الدفاع بالقدم بالعالم. هورني والكر. هو ملاكم أمريكي بقي يتردد على الحلبة من عام 1984 إلى غاية عام 2001، وأنهى مسيرته ب40 انتصار، 17 منها بالضربة القاضية، ولم يخسر سوى 4 مباريات. عرف والكر كملاكم صعب المنال نظرا لسرعته القصوى وردة فعله غير المتوقعة، وهو ملاكم آخر يخفض يديه تماما ويضع رأسه في الواجهة
في تحد صريح للخصم بضربه، بعدها يتحرك بسرعة خطيرة فيبدو الخصم كابله فوق الحلبة. كان أيضا يحرك رأسه للخلف دون أن يشعر بالخطر، وهذا وقد كان خبيرا في استعمال قدميه للحفاظ على توازن جسمه، كما يستعمل يده اليسرى. كان كذلك معلما في الحفاظ على المسافات ليبقى بعيدا عن منال الخصم، فلقد كان شبيها بمايواذر تماما. نيكولينو لوتشي. لقد وصف نيكولينو باللاملموس نظرا لأسلوبه في القتال. ولد لوتشي في الأرجنتين وبدأ الملاكمة عام 1958 واستمر إلى غاية 1976، وقد حقق رقما قياسيا يتمثل ب 117 انتصار، 14 منها بالضربة القاضية وأربع هزائم فقط. بالنسبة لنيكولينو لم يمثل الوقوف أمام الخصم بوجه مكشوف أو حتى وراء ظهره شيئا، فقد كان مجرد تحدي لجعل الخصم يهاجم، ولم يصدق الكثيرون أنه رياضي كبير لكون لياقته البدنية لا توحي بذلك، هذا فضلا عن كونه كان يدخن طوال حياته. وبالرغم من كل ذلك فهو يعتبر من أفضل الملاكمين من حيث المقاومة، وقد صرح مدربه أنه يراه فقط يتنفس بصعوبة في أي مباراة. نيكولينو يؤمن كثيرا بقدراته ويعلم أن خصومه لا يمكنهم لمسه، وفي الفيديو تبدو حركته بطيئة مقارنة بباقي الملاكمين في اللائحة، فقد كان يتنبأ بما سيقوم به خصمه وبالتالي يتجنب كل ضرباته بكل مهارة وحرفية. هؤلاء الملاكمين لا يصدقون، فهم يمتلكون ردة فعل القطط وسرعة الضوء، وأفضل ملاكم هو من يعرف تجنب الضربات ويكون مستعدا لتسديد أخرى مفاجئة وفعالة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.